أخبار اليوم. يصل عمقه إلى 66 قدما مما سمح بمرور سفن بحمولات مختلفة تصل إلى 240,000 طن، وهذا دليل على عبور أكبر الحاويات من خلال الفترة الماضية، لتتواصل الرسالة وتتواصل مهمة هذه القناة في تسهيل التجارة العالمية، فمع استمرار التقدم التكنولوجي وأيضا زيادة حجم السفن وحجم الحمولات المنقولة، واستكمالا لمراحل تطوير قناة السويس، فكان هذا الإنجاز وهذا المشروع قناة السويس الجديدة.